إن شاء تعالى الله بقى نشوف إن من شاء الله. الأخبار الحلوة في أولمبياد باريس على هامش الأولمبياد، زواج أو خطوبة. تعالوا نشوف الخبر ده معانا من الأولمبيك جيمز، بنتابع في مع الباس حضرتك. الأرجنتينية أعتقد، نعم، كان في الباس الأرجنتينية أعتقد، في الباس اه الأرجنتينية الأولمبياد. في البعثة دي، من البوستات اللي احنا شفناها امبارح، عصير التفاعل كبير على بابلو عصير التواصل سايمونيت الاجتماعي. وبيلر كامبوي، دول بالظبط. بالنسبة لهم كان في لحظة مميزة جدا من الهاندبول والهوكي في بالظبط الأرجنتين. بالظبط بالظبط، يعني هي كانت لحظة وأثرت يعني حالة جميلة جدا من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية. يمكن اللقطات دي بتبقى لقطات جميلة جدا، بتبقى لقطات خفيفة في الأولمبيك جيمز، بتخفف بعض الشيء من وقت المنافسة، لأن المنافسات الحقيقة بتبقى صعبة، وصعبة كبير، صعبة بشكل بس كبير في هنا، لأن كل كمان رياضي لقطات، بيحلم بميدالية. في برضو لقطات تاريخية لا تنسى لشدتها أو لقسوتها على المنافس. بالظبط. تشارلوت دوجاردان، الصحف العالمية سمتها فضيحة تشارلوت. دي لاعبة وكان في استبعادها الدريساج بريطانية. معاها 6 ميداليات أولمبية يا غنيم. بالفعل تم استبعادها هبة بسبب طبعا سوء معاملة. يعني بص يا هبة، يعني انا اعتقد القرار اللي اتخذ ده كان قرار مهم جدا، وبرده ده يبقى ريفرنس لينا في بعض القرارات، ان يتم ميبقاش في تردد، ان في قرارات بتبقى يعني تربوية او ما الى ذلك تبقى اهم بكتير جدا من اي حاجة، رغم ان هذه اللاعبة كانت بشكل كبير جدا كانت ممكن تضمن ميدالية لبريطانيا في المنافسات. ولكن يعني ده يعتبر ريفرنس ايضا لينا بسبب الجدل اللي حصل عندنا برضو الفترة الأخيرة، ان يا جماعة الأخلاقيات وكل والأمور دي بتبقى بتأتي في المقام الأول قبل أي اهتمام بتحقيق ميدالية او ما الى ذلك، او قبل ده مشاركة انت او عارف قبل أي هم ما مشاركة. شافوهاش في المنافسات بتضرب الحصان، ده هم بالظبط بالظبط، شافوها بتدرب، بتدرب الحصان بالشكل العنيف ده. بالظبط وكانت بس بتعمل بالويب او بالكرباج على رجل الحصان، بيقولوا ان هي حصان ضربته اكتر من مره. طبعا احنا شفنا الفيديو منتشر على الفيديوهات. السوشيال ميديا بشكل كبير جدا، لكن عايزه اقول لك انه الواقعه دي كانت خلال 4 سنوات، ما كانتش مثلا امبارح او اول. وهي طلعت ستيتمنت برضو هيبقى معانا على الهوا، بيان هي بتقول ان دي مش اخلاقياتها، ولكن هي فضلت ان هي ما تشاركش في الاولمبيك جيمز في النسخة دي. وهي طبعا بسبب الفضيحة دي، كما اسمتها الصحف العالمية خاصة الصحف الانجليزية، سحبوا منها سفيرة الخير. هتلاقوه برضو في طبعا من ضمن العناوين اللي كانت في الاندبندنت وعرضناها مع حضراتكم. دروس هبه والله، والله العظيم دروس لينا، نتمنى ان احنا نستفيد، يعني ناخذ من الغرب ما هو جيد ونترك منه ما هو سيء. فيعني لا، دروس ودرس مهم جدا لينا، وسبحان الله بيجي بعد ازمه احنا عشناها فيما يخص الاتحاد المصري وما قدروش للدرجات. يضغطوا عنها، خلي بالك يا غنيم، وعشان هي بالظبط بالظبط لاعبة ومتمكنة وست دورات أولمبية، وكانت هتعمل ريكورد السنة دي بأن هي تبقى بالظبط، كان مرشحه تاخد ميداليه ذهبيه، يعني كانت مرشحه بقوه تاخد ميداليه ذهبيه في نسخه مش باريس بس يعني. كده، كانت هتضرب رقم عالمي لإحراز 7 أولمبياد، 7 ميداليات أولمبية. طيب يعني يعني هبه فما درس، درس قدروش ان نتمنى هم ان شاء الله تعمله. يتغاضوا عن الموضوع ده يعني. فدي برضو من الحاجات اللي انت بتقول عليها، يا جماعة دي رسالة وده درس، مش فكرة ان انا عندي بالظبط بطل، لا، حاجة على حساب الاخلاقيات، لا، دي حاجة فعلا هي نفسها قالت لا خلاص انا مش بأؤثر ان هشارك. انا انسحب، مش هشارك. بالظبط بالظبط بالظبط، يعني بالظبط اتفق معاك في كل كلمه قلتيها الحقيقه. غنيم، شايف اغرب الاحداث اللي حصلت لحد دلوقتي قبل الانطلاقة؟ مباراه المغرب والارجنتين بلا شك مباراة اغرب المغرب مباراه في تاريخ كره والأرجنتين. القدم، طب شفت اغرب مباراه في امبارح تاريخ كره القدم. تسريب بعض رؤساء الوفود لما تسرب لهم كده تقرير مجمع وقالوا انه الأكل ليس على المستوى المطلوب في هو القرية اصلا الأولمبية، موضوع الاكل والنقل، تحديدا في التنقلات، لدرجة انه المنتخب الفرنسي نفسه قعد 2 ساعة إلا تلت في الطريق عشان يوصل لمكان التدريب. هو فيما يخص يا هبه موضوع التنقلات في ازمه، يعني فعلا كان في جدل اثير فتره منها طبعا منتخب فرنسا، لكن ايضا جدل فيما يخص المأكولات. يعني احد المطاعم، سلسله المطاعم الشهيره دون داعي لذكر اسمها، تم منعها بحسب صحيفه دي ميل البريطانيه عن ان الرياضيين يتم ان هي ممنوعه عن الرياضيين المشاركين في اولمبياد باريس، بحجه ان احنا عايزين تبقى اولمبياد نباتيه، يعني يعني تكون فيجيتيريانز بعيدا عن اللحوم. وطبعا ده اثار جدل كبير، ان الرياضيين بيحتاجوا بروتين برضو في الاول وفي الاخر، فبالتالي لا في جدل فيما يخص ايضا موضوع المأكولات ده. على لكن انا فكرة أنا متوقع سمعت هنشوف نفس حاجات غير الشكوى دي من الصحفيين.
وده في مكان وده في مكان. بالظبط يعني هو فعلا في لسه، فانا لسه هنشوف الامور، لكن الامر الغريب الغريب جدا بقى هي واللي بقى لازم تتوقف عنده انه الناس غصب عنها قارنت ما بين الكود بتاع الاكل اللي كان في طوكيو وما بين السنة دي في باريس. بالظبط. وعايز اقول برضو حاجه يا هبه، انا متوقع ان هنشوف حاجات اغرب واغرب في اولمبياد باريس، يعني متوقع النسخه دي هتشوف فيها حاجات غريبه بشكل كبير. وكانت البدايه يعني واضحه من مباراه المغرب والارجنتين، اغرب احدى من اغرب المباريات ليس فقط في تاريخ نفسات كره القدم بالاولمبيك جيمز، في تاريخ كره القدم بشكل عام. السيناريو سيناريو غريب جدا وغير متوقع على الاطلاق، اللي يكون في منافسات بهذا المستوى يحصل ما حدث من امور فوضويه يعني الحقيقه.